وفد كردي رفيع يمثل برزاني في مؤتمر نظمه مجلس النواب. إذن شارك وفد كردي يمثل رئيس حكومة الإقليم نجرفان برزاني في مؤتمر نظمه مجلس النواب برعاية الحكومة الكندية يعنى بالحوكمة الألكترونية واللامركزية. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد بعث بدعوة إلى رئيس حكومة الإقليم للمشاركة في المؤتمر، إلا أن الشغال الأخير بمنتدى دافوس الاقتصادي دفعه لإرسال وفد رفيع. وضم الوفد كلا من وزير الإعمار في إقليم كردستان ديربار كورسات رسول، ووزير الصحة ريكوت حمرشيد، ووزيرة البلديات نوروز مولود، مع محافظي محافظات الإقليم الأربعة. وقال ريكوت حمرشيد وزير الصحة في إقليم كردستان خلال كلمة له في المؤتمر تابعته صحيفة المدى، إن الحوكمة واللامركزية هي الطريق للمصالحة الوطنية والتنمية. وتابع رشيد: نحن العراقيون في العالم في العام 2003 ساهمنا جميعا في إعادة بناء دولتنا العراق على أسس الديمقراطية والتوازن والتوافق والمشاركة الوطنية ضمن دولة اتحادية يتمتع جميعها الجميع بمكوناتها بحقوقهم السياسية والثقافية والاقتصادية. وقد كان دور إقليم كردستان أساسيا ورائدا في تحقيق ذلك. هذا وشهدت الأيام الماضية تبادلا لزيارات بين بغداد وأربيل بعد انقطاع استمر أكثر من 3 أشهر على خلفية أزمة الاستفتاء، وكسرت تلك التحركات الأخيرة بين المركز والإقليم الجمود حول القضايا الخلافية.